قرارات دوك والفتح، أنا شخصيا واحد من متابعين نادي الفتح بصورة يعني كل مباريات بحرص على إنه أحضر كل مباريات نادي الفتح، والسبب في الحاجة دي مدرب الفتح يعني بيريرا، أنا أعتبره من المدربين المميزين جدا، طريقة اللعب الأسلوب اللي بيقدمه من الموسم الماضي مع الفتح في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين، مع التطور الكبير اللي حصل ايضا مع الصير بمدرب ضمك لفريق ضمك في الموسم الحالي. فحضرت المباراه من باب انه انا اصلا متابع الفتح، ومن باب انه ضمك فيه تطور ملحوظ جدا الموسم الحالي، وبيقدم فيه اداء كبير جدا، ودائما كان قريب من الصداره. مباراه مفتوحه، مباراه جميله، الفريقين عندهم حلول كثيره جدا. نتكلم عن كريستيان كويفا في فريق الفتح، نتكلم عن مراد باتنا، عن فراس البريكان، عن مروان سعدان لاعب الفتح المدافع، يعني عدد كبير جدا من النجوم. في الجانب الآخر نتكلم عن هلال سوداني، نتكلم عن لاعب الوسط البرازيلي المتمكن جدا بالرقم 6، في عدد كبير جدا في الفريقين يقدموا في مستويات كبيرة جدا. المباراة كانت جميلة جدا، والفريقين كانوا يلعبوا ضمك بأسلوبه المحتاط والاعتماد على التكتيك الدفاعي المحكم والتحولات بسرعة كبيرة بالتسديدات من خارج المنطقة عن طريق كيلاس وداني، عن طريق لاعبه البرازيلي الآخر، عن طريق زلايا. في الجانب الآخر الفتح كويفا نواف بوشل، عدد كبير من اللاعبين المهاريين، مراد باتنا، فراس البريكان، قدم في مستويات كبيرة جدا. فالمباراة كانت بين فريق يقدم أصلا كرة هجومية وفريق يعتمد على التحولات. يمكن ضمك كان أقل شوية في الجانب الدفاعي في المباراة دي بسبب غايد الفريق لاعب الجزائري كان غايب بسبب تراكم بطاقات أو إصابة، ما كان موجود، أثر في الجوانب الدفاعية. لكن المباراة كانت شيقة جدا، ويمكن